شيء تضاهي الطائرات الأجنبية، فمتنها الداخلي أوسع من الطائرات المماثلة، وهناك أماكن الأغراض اليدوية أيضا أوسع بكثير، والمنافسون لا سيما المنافسون الأمريكيون كانوا يتصرفون بشكل غير لائق وغير أخلاقي حتى، حيث أدرجوا المواد في قائمة المواد التي عليها العقوبات ومنعوها من استيرادها. لماذا؟ لأن طائرتنا فرض العقوبات استطعنا استعادة إنتاجها بمقدراتنا الخاصة الذاتية، واستطعنا إنجاز هذه المهمة، وسوف ننجز مثل هذه المهمة أيضا في اتجاهات أخرى. وكل هذه العقوبات تجبرنا على أن نطبق بأنفسنا وأن ننجز بأنفسنا المهام المستعصية. ففيما يتعلق بهذه الطائرة التي تحدثت عنهم، فالمحرك لها، المحرك الذي نقوم بإنتاجه أقوى بكثير من المحركات المماثلة. فيما يتعلق بشركات التأجير، فلا أريد أن أتحدث حاليا بالتفاصيل حول ذلك، ولكن وزير النقل